شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم
شكرا يا رب، يا خالق الأكوان، يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران. مشترك فيها جريء اخواني وجريئكم صف اول وصف ثاني، هذه هي نحن من الارقام ثم الحروف، هذا صف اول. المشترك الثاني بعض الكلمات والشخص اللي هي مقارن، ثم بعدين الاكل الفود، هذا منهج صف ثاني. نستمع لوصفكم في قدم العمل، قدم وصفكم. شكرا هديت قلبي شكرا.